السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هنشغل مع بعض الفوتوشوب رسمي لمدة 12 شهر عن طريق اكستنشن رسمية من شركة أدوبي. هي هتشتغل معانا، هو عرض مش محتاج كريدت كارد، مش محتاج أي حاجة خالص، فهنمشي الخطوات مع بعض. هي سهلة جدا وبسيطة، فبسم الله. أول حاجة بنفتح جوجل كروم عندنا، تمام؟ وبعد كده هتلاقيني سايب لك الإضافة في الرابط بتاعها في الوصف إن شاء الله. هتاخد الإضافة وهنضيفها مع بعض وهندوس انتر. هتفتح معايا الإضافة بالشكل زي ما احنا شايفينه. طبعا دي بتشتغل بس عن طريق المتصفح، وبعد كده هنقول لها ادد، هتبتدي تتحمل معانا. طبعا دي ملهاش علاقة جهازك يستحمل او لا، هي كل ده بيشتغل اونلاين، فانت موضوع اي جهاز هيشتغل بيها من غير مشاكل خالص. فهننتظر بس عليها ثواني. كده الإضافة نزلت معانا. بعد كده عندنا حاجة اسمها ستارت فور اوفر، هو دلوقتي بيحمل معانا، بيقول لنا ان مفيش كريدت كارد مطلوبة، نو كريدت كارد. بعد كده هندوس ستارت. هيطلب مننا ان احنا نسجل لوجن بالجوجل او الفيسبوك او ابل، اي حاجة انت عايز تسجل بيها. طبعا هو بيدينا ليميت كل يوم المفروض او كل شهر، يعني على حسب التجربة، فبرضه هنستخدمها، هننزل كذا حساب في نفس الوقت. فهنعمل الحساب ده بجوجل، بعد كده هنعمل لوجن بالحساب بتاعنا، تسجيل عادي خالص. هتكتب بعد كده تاريخ ميلادك، اي حاجة بقى زي ما انت عايز. مثلا خليني مثلا نكتب مثلا 2001. وبعد كده لو انت عايز في رسائل تجي لك او لا، مثلا خليه يبعت واقول له كرييت اكونت. كده الاضافة معاك اكسس لمدة 12 شهر بالايميل ده، يعني اي وقت هتضيف فيه الاضافة دي هيشتغل معاك من غير مشاكل خالص. طبعا دي اونلاين شغال على الفوتوشوب، هتقدر مهما كان جهازك او مهما كان المواصفات، فانت مش بتعمل داونلود لحاجة على الجهاز عندك، تمام؟ طبعا انت هتستخدم كل مميزات الاي اي من غير مشاكل خالص. طبعا هو هنا بيديك كريدت، هتلاقيه عندك اهو في كريدت هيتجدد كل شهر، المفروض ان هو 10 كريدت موجودين، بتقدر تستخدمهم في الاي اي، بتقدر تستخدم كل حاجة زي ما انت عايز. يعني مثلا لو قلنا مثلا كرييت، وخلينا مثلا نقول له اي حاجة، مثلا خلينا كاستم مثلا، وهناخد مثلا السوشيال ميديا مثلا، وهنقول له يوتيوب وليكن مثلا ساب ميل، وبعد كده هقول له كرييت. هو فتح معانا طبعا بقية العمل اللي بتشتغل عليها عادي خالص. طبعا دلوقتي انت لو حبيت، ثانية واحدة، انت لو دلوقتي لو حبيت ان انت تعمل صورة، يبقى معاك مثلا برومبت عايز تضيفه، او تعمل اديت ايمج. لو دوست اديت ايمج ممكن تدوس من هنا وتعمل ابلود للصورة عندك، او تاخد اي حاجة من الحاجات اللي هو ايه ضايفها لك، تمام؟ وفي عندك هنا جنريت ايمج، طبعا انت بتكتب البرومبت بتاعتك هنا، تمام؟ قبل انت بتكتب حتى هو هيطلع لك حاجات كذا حاجة، وهيكتب لك البرومبت بتاعتها موجودة هنا. ليكن مثلا خلينا ناخد مثلا الصورة دي زي ما احنا شايفين، هو كتب البرومبت بتاعتها هنا، تمام؟ ولو انا قلت له دلوقتي جنريت، احنا طبعا اهي دي الصورة اللي احنا شفناها اهي، اوكي، زي ما احنا شايفين هو شغال. هنشوف دلوقتي الكريدت بتاعنا سحب منه قد ايه، فهننتظر بس عليه. طبعا كل ده هو معتمد على النت، مش معتمد على حاجتك خالص. طبعا الصورة اللي كانت موجودة، تمام، ثانية واحدة، هي فين؟ بص، هو عمل من نفس البرومبت بس شكل مختلف، وبديك طبعا كذا حاجة هنا، كذا صورة تختار ما بينها. طبعا انت بتعمل اي تصميم انت عايزه زي ما انت عايز. طبعا الناس اللي ليها في الفوتوشوب انا ماليش فيه بصراحة، يعني هتلاقي هنا في كذا حاجة طبعا انت بتستخدمه استخدام كامل. تعال نبص للكريدت بتاعتنا، هو طبعا استخدم واحد الكريدت. طيب دلوقتي انت الكريدت ده لو خلص منك، او طبعا 10 كريدت في خلال الشهر مش هيكفونا في حاجة،
فهنعمل ايه؟ هنفتح يعني نفتح ان انا عملت دلوقتي قبل ما ابدا الفيديو عملت ادد لايه لبروفايل تاني. البروفايل التاني ده ما فيهوش اي حاجه خالص اهو، تمام. هنروح ناخد نفس الاكستنشن بتاعتنا، تمام، اهي كوبي كنترول سي، وبعد كده هنرجع للبروفايل الجديد وهنضيف الاضافه برضو زي ما هي. طبعا البروفايل الجديد هيضيف اضافه جديده خالص مختلفه عن اللي فاتت، يعني كل بروفايل بيبقى فيه الحاجه بتاعته منفصله، كل اكستنشن موجوده منفصل، واقول له ادد كروم زي ما احنا عملنا بالظبط. بس الفكره هنا ان احنا هنستخدم تمب ميل، اي موقع تمب ميل هيشتغل معاك اي موقع. فخلينا بس لغايه ما يضيفها اهو، خليني افتح تمب ميل مثلا. والله ماشي، هاخد ده كوبي الايميل اهو، وهروح هقوله نفس الموضوع بالظبط، ستارت فري، هقول له ستارت نفس اللي احنا عملناه بالظبط، بس الاختلاف ان احنا بدل ما كنا نسجل من هنا هنسجل ايه بالايميل. طبعا زي ما انت عايز بقى عدد ايميلات، زي ما انت عايز اعمل 100 بروفايل براحتك، بس طبعا تبقى فاكر الايميل. وطبعا هو هنا احنا هنضيف ايميل وباسورد الاتنين، تمام. فهنكتب باسورد مثلا، بعد كده اقول له كونتينيو، هيطلب منك الاسم، اي حاجة مثلا، اي اسم، اي بيانات، تاريخ ميلاد مثلا 2000، وهقول له كرييت ذس ايميل ديفينيت وان، تمام. يعني احنا مثلا هو ما قبلش الايميل ده معانا، خليني مثلا اقول له تشينج، وهقول له اي حاجة مثلا، ساين ان، نكتب الباسورد، هنشوف هيقبله اصلا ولا لا. زي ما احنا شايفين هو قبل معانا اشتغل من غير اي حاجة خالص. فطبعا انت لو اي حاجة من التمب ميل ده ما ظبطش معاك، جرب اي موقع يشتغل معاك عادي نفس الموضوع. طبعا انت بتعمل سيف للميل اللي انت اخترته بحيث ان يبقى عندك الايميل ترجع له تاني، تمام. مش هتحتاج ان هو رسائل او اي حاجة خالص، هتسيف الباسورد اللي انت كتبته والايميل بتاعك. فهنا برضو هتلاقي عندك اهو في كريدت تاني اهوت، يعني هو كل كريدت مختلف. احنا هنا مكتوب لي 20، هناك كان مكتوب لي 10، هو خلاها 20، هي كانت مفروض 10، فاحنا لسه ما جربنا. فالفكرة كلها ان انت بقى معاك كريدت، يعني هنا او هنا براحتك، عايز تعمل بقى عدد حسابات زي ما انت عايز. طبعا هو في كل حاجة موجودة. لو انت جيت مثلا هنا وكتبت مثلا في السيرش مثلا ايه، خلينا نكتب مثلا في السيرش مثلا سوايس مثلا، ودخلنا على صور، لو وقفت على اي صورة، اي صورة اهو هتلاقي عندك بي اس بقت مظاهرة، لو دوست عليها هياخد الصورة اوتوماتيك ويضيفها لك في مشروع تقدر تعدل وتشتغل عليها على طول، تمام. فانا حبيت بس اوضح لكم، يعني انا لقيت كذا حد شارحها فقلت برضه اشرحها لكم. بس لو في اي حاجة مش ظابطة في الشرح بس ابعتولي، وما تنسوش الاشتراك والكومنت والسبسكرايب. شكرا جدا، السلام عليكم.